السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى أنه كلكم تكونوا بخير وبصحة وعافية. معكم أنا رحاب الهوساوي بقناتي بلاك كوفي. اليوم قناتي كملت عامها الثاني، شكرا بحجم السماء لكل شخص وقف معايا، لكل شخص ساعدني، لكل شخص كان دائما يساعدني حتى أطور من حالي، فشكرا 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 مرة كثير. شكرا لك يا صديقتي غدير على وقفتك معايا، على دائما ان انت اول انسانة دائما بتعلقي لي على مواضيعي وتقولي لي الموضوع جميل او كان لا. شكرا لك جارتي ام ايمن على وجودك في حياتي. شكرا لك امي الله يخليك لي ولا يحرمني منك. شكرا لاخويا وخالي وسندي عبد الرزاق. شكرا لاختي اللي دائما انا بتعبها ومبهدلتها معايا، فشكرا لكم جميعا على وجودكم في حياتي. شكرا لكم متابعيني على تعليقاتكم الجميله او حتى على تعليقاتكم السلبيه، ولذلك حبيت بنهايه الفيديو اني اكافئكم واحط لكم سؤال، واي شخص منكم يجاوب جواب جميل ورائع اكيد انه راح يكسب كتاب من الكتب اللي جاتكم. يا احلى متابعين. من فترة جاني تعليق من كثير من البنات على انه حابين يرجعوا الثقة لصديقتهم، لان هم ما انتقلوا من مرحلة وهي ما راحت معاهم نفس المرحلة. فحبيت اليوم اتكلم عن الثقة بالذات. دائما حابة اقول لاي شخص عنده شخص عانى من فشل في حياته، حاول دائما تعلمه انه الفشل هو اول طريق للنجاح. دائما حاول لا يحس انه الفشل هو نهاية العالم، ولكن الفشل هو اول طريق للنجاح. وحاول دائما انه انت تكون ثقتك بنفسك مرة عالية. ثاني شغلة، اذا عندك شخص يعاني من الفشل حاول دائما تخرجه من الاجواء اللي هو حابس نفسه داخلها. حاول تاخده الاماكن هادئة وجميلة. حاول دائما تذكره بذكريات جميلة ورائعة. مثلا هذول البنتين اللي تراسلوا معايا او هم من ثلاثة، ححط تعليقاتهم انه هم منتقلوا المرحلة الجامعية وهم منتقلوا المرحلة الثانوية وصديقتهم ما راحت معاهم، فكان الشيء هذا جدا اثر على نفسيتها. ايش انتم ممكن تعملوا؟ ابعدوا دائما عنها، ان انتم ابدا ما تحكوها ايش الاجواء اللي صارت معاكم في الثانوية او كان في الجامعة. ابدا ابعدوها عن الاجواء اللي انتم قاعدين تعيشوها. حاولوا دائما تذكروها بالذكريات اللي كانت تجمعكم فقط، ودائما ابعدوا عنها النظرة السوداوية للحياة. خلوها تشوف الحياة بجميع الألوان الجميلة والرائعة اللي موجودة فيها. دائما امدحوها، امدحوها مرة كثير. وآخر شغلة، يذكروها بقصص أو مواقف لأشخاص عاشوا نفس تجربتها بس اتجاوزوها بطريقة جدا رائعة وتعلموا منها درس، وبكذا انتوا بتكونوا ساعدتوا.